من بعد الانتخابات، ومهما كانت النتيجه رح نجرب قد ما فينا نكمل بممكن، ونستضيف بعد خبراء ونضوي على كثير امور حيويه وضروريه بمجتمعنا اللبناني. اليوم اخر حلقه بيقولوا مسك وختامها مسك، لانه اليوم رح نحكي عن كل المخالفات اللي عملها مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بال الكريزة يلي صارت، كيف كان لازم يتصرف، ورح نرجع على النصوص ونحلل ونفرجي ونبين شوين صار الغلط وكيف لازم نرجع نطبق هيدي النصوص حتى نرجع إلى تعافي اقتصادي. اليوم ضيفنا بالإنجليزي بيقولوا له هافي هيتر، ليلي منكم بيعرفوا شوي بالبيسبول، هو دكتور محمد بو داهر. اهلا وسهلا فيك. انت محامي، درست المحاماه بالجامعه اللبنانيه، بعدين عندك ماسترز من الجامعه اليسوعيه، بعدين رحت على ماكجيل كمان عملت سيرتيفيكيشن بروجرام بالانترناشنال اربيتريشن، كوين ماري سكول بلندن كمان انترناشنال ديسبيوت ريزولوشنز، كل شيء ديسبيوت انت متخصص. واخر شيء يو هاف يور دكتوريت ديجري من بن ستيت ببنسلفانيا بامريكا، ديكنسون سكول اوف لو، يلي هو جوريديكال ساينس، يلي نحن اليوم يعني انت المريض على طاوله الجراحه وانت الجراح. اهلا وسهلا فيك، ام ريلي اكسايتد انك انت معنا اليوم، وريلي اكسايتد انه هيدي اخر حلقه قبل الانتخابات، لان هلا في صمت في كذا ما بعرف الحقيقه. تمام. وتقريبا نحن بممكن حكينا بكل شيء من قانون استقلاليه القضاء للكهرباء للمي لا صح. بس اليوم هلا بدنا نقول للناس خيي وين راحوا مصرياتكم، كيف فينا وكيف فينا نرجع نديكم. تمام. اهلا وسهلا. ثانك يو زياد. شو بيقولوا، خدنا مشوار. اكسلنت. اول شيء ثانك يو زياد كثير لانك فور هافينج مي، واكسايتد لانه موضوع كثير حلو معكم. اخر حلقه وهوبفلي بنقدر على ابواب الانتخابات ان نساعد الناس ان يكون عندها فكره عن بعض الامور الاساسيه اللي وصلتنا لهون 100%، واللي بتستوجب منه مسؤوليه كتير كبيره، مسؤوليه عظيمه، لا يعرف مين بده يختار بالانتخابات الجايه، وبالتالي يحدد مصيره لهالكم سنه لقدام، ويقرر عن جد بده يطلع من هيدا الازمه ويكون فهم واخذ عبر من هيدا الامر، او انه بكل بساطه بعد ما فسر لنا انه الدور كان لازم يلعبه مجلس النواب والنواب الحاليين بهالازمه هيدي. طبعا حنعطي فكره عامه عن بعض المخالفات الجسيمة اللي ارتكبها مصرف لبنان اللي وصلتنا لهون، واللي بكل بساطة لو اداركها بطريقة أو بأخرى كان ممكن إنه الوطأة تكون أقل، أو على الأقل ما فتنا بالأزمة ياري، بس على الأقل كانت الوطأة أكيد حتكون كانت أقل. ومن ناحية تانية حنشوف كيف تعامل مصرف لبنان، وطبعا من فوقه مجلس النواب ومجلس الوزراء، مصرف بحد ذاته، حاكم مصرف لبنان، المنظومة بكاملها كيف تعاملت مع بعض الأمور أيضا اللي بعد 17 تشرين، وكمان اللي أدت لتفاقم الوضع، وبالتالي بدنا نشوف إذا تعاملت بمسؤولية مش بمسؤولية، ضمن القانون خارجه. وبيهمنا نعرف أنه تقلنا أنه النصوص موجودة، أكيد النصوص حنمشي عليها واحدة واحدة. أوكي. طيب بديك بس تبلش تنكون كلنا هيك على بينة، تحط لنا تايم فريم، يعني من وين أنت بتعتبر، بأي تاريخ تعتبر أنه من هون بلش الخطر أو بلشت الأزمة أو بلش التعاطي يكون غلط؟ من النهار اللي قرر مصرف لبنان مع مجلس الوزراء، مع حاكم مصرف لبنان، تحت رقابة مجلس النواب، انه يسلف الدولة مصاري. اوكي. وهيدي المصاري بطبيعة الحال مش جايبها من عنده، هذه مصرية الناس اللي اخذها من المصارف. فلما قرر انه يسلف، راحت هالمصارف او مصرف لبنان عطى هالمصاري للدولة. الدولة استعملتها اما بالتوظيف الانتخابي، واما باشياء غير مجدية.
بالفساد بالفساد بمصاري ما عرفنا وين راحت بكل بساطة، وتفاقمت الأمور شوي شوي لوصلنا لأنه نعطي مسكنات شوي شوي، بعدين وصلنا ل 17 تشرين وقتها خلص الاقتصاد اللبناني ما عاد قدران يحمي، ووصلنا إلى للحالة اللي نحن فيها، ومشيت بقى هشوت ليبر كرة الثلج مثل ما بيقولوا، وصلنا إلى ما نحن عليه. فبالتالي باللحظة اللي قرر مصرف لبنان إنه يفوت بأدوار بطريقة غير محسوبة مع الدولة بشكل عام، بلشت مثل بيقولوا من هون الانهيار الأساسي. والكل شيء اللي عملناه إنه نحن أخرنا بمسكنات، بس بكل بساطة كان إذا بدك الوقوع حتمي، وهذا الشيء اللي صار. كنا عم نشتري وقت. تماماً تماماً تماماً، لأنه هلأ بنشوف كيف المسؤوليات بتتوزع وبنشوف وين الأخطاء وقعت وشو كان لازم يصير. لما سكروا الجمعتين أنت كبروفيسور قانون، هيدي التسكيرة هل هي فسلنا إياه، فسلنا شو كان وراها وشو نعمل؟ وفي كتير ناس بيقولوا أنه بهول الجمعتين ظهر كتير أموال فريش من السوق اللبناني. What's your take على القصة؟ هلأ اليوم أول شغلة لما سكرت هذه المصارف، هل كان عندها خطة؟ أول شغلة هل كانت مدركة؟ وبرأيي كانت مدركة. هل كان لها حق بالقانون؟ هلأ بالقانون أخذت جمعية المصارف هذا القرار، ما المفروض إنه يعني إذا بدك توقفت عن أداء مهامها تجاه الناس. أكيد. تمام؟ وتجاه الاقتصاد، لأنها بتلعب دور اقتصادي مهم جدا. فبالتالي السؤال، هل توقفت لأنها عارفة الوضع؟ وأنا أكيد إنه عارفة الوضع. تمام؟ هل كان في عندها خطة معينة؟ هل كان هذا الأمر محسوب؟ هل حسبت لهذه النتائج؟ لأنه بعدين الأموال استمرت بالتهريب للخارج، وهذا الأمر أصبح واقع والناس بتعرفه. كل الناس ولو كانوا جادين بطبيعة الحال التركيب اللي كانت موجودة ومن ضمن المصارف، كانوا حطوا كابيتال كنترول، لأنه بده ينحط بطبيعة الحال معهم. وبدك تشوف، يعني بدك تعمل مثل بقولوا تقييم للأزمة بشكل عام، شو موجود شو مش موجود، شو الخطوات اللي لازمه. سكروا، طه الموضوع. طيب سكرتوا وبعدين الدولة شو عملت؟ دلينا نهرب، دلينا نطلع هيدي الفلوس من عندنا، ونخلق عدم ثقة وهذا الأمر سيء جدا، ومن الصعب انك ترجع بكل بساطة ترجع تعيده للاقتصاد وللناس، انها ترجع بكل بساطة توثق بهذا المصرف انها تقدر تحط هيدي الفلوس جنى عمرها بهيدي المصارف، وتقول انه لا انا بقدر نام حط راسي على مخديتي وبعرف انه بكل بساطة وكون مرتاح. اليوم هيدي التصرفات خلقت مشكل كبير عند الناس، انه بكل بساطة اليوم انا ما عاد اوثق لا بالمصارف لا بمصرف لبنان لا بالمنظومة الحاكمة، وبالتالي ولا حتى بالمصرف الخاص اللي انا كنت أكيد. هيدي المصارف ولازم الناس انها تتعامل مع هذا الامر بانه ما لازم تنسى الشيء اللي صار فيها، ما لازم تنسى وقوفها ساعات كرمال 100 دولار و200 دولار، ما لازم تنسى كيف هالتعاميم طلعت بطريقه غريبه عجيبه، وبالتالي وقفت الناس عم تستجدي فلوسها وجانا عمرها، ناس حاطه مصرياتها من برا، متقاعدين، موظفين، ناس اشتغلت كل حياتها، طلاب برا، طلاب. بكل بساطه هذه ازمه كمان عظيمه جدا يعني. فما لازم تنسى ولازم تحاسب بعدين، ولازم بكل بساطه تعرف مين تعامل معها بصوره جيده ومين لا كان عن جد سيء معه وما بيستحق انه يبقى بقلب السوق للمستقبل. خبرنا. اول شغلي خلينا نحكي او نشوف مادة مهمة بالنسبة لألنا. اوكي بليز. لنعرف شو بيعمل مصرف لبنان. اكزاكت. اوكي. قبل ما نقول انه اذا عمل صح او عمل غلط، خلينا نشوف شو هي مثل بقولوا مهمته لمصرف لبنان. للمصرف المركزي. فينا هاي دي للسجن. يس. لاحظ هيدي المادة طبعا احنا حنمروا على كتير قوانين. حنشوف القانون التجاري، حنشوف النقد والتسليف، حنشوف قوانين خاصة بالمصارف، بتوقف المصارف عن الدفع، حنشوف كتير قوانين، لانه بطبيعة الحال اذا كان الشيء اللي عم نقوله ما انه مستند لنص بيكون له اكزاكت. تمام. اكزاكت. بس بدنا نجرب مثل ما قلت لك نهين لحتى تمام الناس تفهم علي. نعم.
فاذا عم بتقلنا شو هي مهمه المصرف المركزي. مهمه المصرف مثل ما بتحدد لك اياها الماده 70 من قانون النقد والتسليف هي المحافظه على النقد لتامين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائما، وتتضمن المحافظه على سلامه النقد اللبناني، يعني قيمه الليره، استقرار الاقتصادي right. حنمشي عليهم وحده وحده، سلامه اوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدي والمالي، محافظه على سلامه النقد. احنا النقد اليوم عنا حدث ولا حرج، ما في يعني التضخم اخترت الليره تماما. يعني اليوم تخيل انه ال 100 دولار ممكن توازي معاش نص موظف رسمي كبير. اكيد كبير. في عندي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، عندي المحافظة على سلامة الاستقرار الاقتصادي. طبعا استقرار نحن واصلين لمرحلة سيئة جدا، ومش معروف شو هو وضع اقتصادنا، لوين رايحين، بأي طريقة منكمل، الدولة موجودة مش موجودة، بتفلس، بتبيع الذهب، بتبيع أي شيء، شو بدنا نعمل؟ أخيلك هلأ بليز ميك إي منتل نوت بك تحكينا على موضوع الذهب ضروري. المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي. اليوم أنت عم تعيش أكبر أزمة مصرفية بتاريخ لبنان. طبعا بنك انترا كان إلى أسباب سياسية وراها، وما زلنا عم نصرف اليوم من مثل بقولوا الشغلات اللي كانت بيملكها مصرف انترا. أما اليوم الأزمة بتوازي الجريت ديبريشن، بتوازي أنرون، بتوازي 2007 2008 الأزمات الاقتصادية جمعناهم كلهم، بتوازي أرجنتينا، بتوازي اليونان، فبتوازي بكل بساطة انهيار دولي. فبنلاحظ انه هيك نظرة سريعة مثل بقولوا على هيدي المواد، بنلاحظ انه مصرف لبنان يبدو ما عمل ولا شيء. بدنا نشوف شو الأسباب، مين هن المسؤولين. هذه شغلة كتير مهمة بالنسبة لنا. أكيد هيدي أول نقطة. خلينا نفوت شوي صغير بليز على قانون النقد والتسليف على المادة 90 منه. هون اللي بعده قانون النقد والتسليف اللي بعده هذا، نعم مادة 90 نعم هيدي المادة. هيدي مادة مهمة جدا. ليش؟ لأن الأساس اليوم إذا قلنا مصرف لبنان عم بيسلف الدولة، عم بيسلفها من وين؟ فينا بس نقراها بليز لأنه يمكن الناس ما يقدروا يشوفوها. حنرجع نقراها دغري، بس عم نقول إنه ليش هيدي البداية بالنسبة لنا. اليوم المودع بيجي بحط مصرياته بقلب المصرف، المصرف التجاري بيحط مصرياته خلينا نقول في بعض المصاري تبي تحكم بمصرف لبنان. مصرف لبنان اليوم السؤال شو بيعمل بهذه الفلوس؟ اجى مصرف لبنان اليوم من الواضح انه اعطى الدولة اموال. السؤال شو السند القانوني؟ هل كان بحق له انه يعطي اموال؟ هل كان في شروط لهذا الشيء؟ هل التزم بهذا الشروط؟ هل كان المطلوب حدا يراقبه ما راقبه؟ كل هذه الامور بنسأل حالنا سؤال، وين مصرياتنا راحت؟ راحت بهذا المحل. اكزاكتلي. السؤال لما راحت بهيدي اذا بدك البروسس، وصلت من هالمودع للدوله اللي استعملت هيدي الاموال بالتوظيف الانتخابي، بالفساد، بكذا، فبالتالي هدول مصريات الناس اللي اليوم عم يشوفوا انه جانا عمرهم قدامهم ومجرد ارقام. تمام. فبالتالي هون بدنا نشوف انت لك حق يا مصرف لبنان انك تعطي الدوله. هيدي المادة بتقلك انه باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 المبدأ انه مصرف لبنان، المصرف لا المركزي يمنح. لا يمنح قروضا للقطاع العام. في إلى سبب انه اليوم خلينا ناخد اكزامبل صغير. اليوم لما بتنزل على اي مصرف بدك تطلب منه قرض، تمام؟ بيجي يقلك بيقلك انا ما بعرفك. شو يعني ما بعرفك؟ شو ما بعرف بياناتك، ما بعرفك ماليا، تمام؟ طيب شو امكانياتك الماليه؟ هلا اذا قدرت اخذت هذا او اذا اخذت هذا المبلغ بتقدر ترد لي؟ طيب شو الضمانات اللي اخذها البنك؟ حط كاش كولاترال، حط ضمانات عينيه، ضمانات نقديه، رهن، الكراهيات، كذا. طيب كويس، شو عملت؟ اخذ ضماناته. شو الخطه؟ هل اعطيته اياهم على دفعات؟ شفت اول دفعه كيف اخذها؟ هل عملت عليه ديو ديليجنس؟ تمام.
لما بنفوت على مصرف عادي بمضونا سوري بدك تاخذ لسياره مثلا نحن محامينا وقت ما يعني ما بنقراهم يعني كي واي سي وكذا وهيدا. فاليوم انت عم تسلف مصريات الناس لا عم تعطي الناس مصريات الناس للدولة. سو شو عملت؟ بيقول لك باستثناء تسهيلات الصندوق. شو يعني تسهيلات الصندوق؟ شو يعني ايه؟ هي هيدي الشغلات اللي بكل بساطه حاجات تمام في مبالغ معينة ممكن يعطيها مصرف لبنان للدولة للقطاع العام لتسد بعض الحاجات الصغيرة تمام. مثل شو؟ can you think of something؟ شغلات ضرورية مثلا والله شغلات بدها أكل شرب قمح عرف كيف علي بترول شيء شغلة سريعة تمام. بس مش اليوم كرمال انه انت تجي والله مثلا تجي تعطيه اموال هيك بدون يدفع معاشات مثلا لا ما فيك تعمل هيك بهذه الطريقه. فبالتالي هيدي المبالغ يعني اذا انت بدك تجي حتى تعرفها بيقول لك عباره عن قروض تمويل احتياجات الدوله النقديه على المدى القصير والتي لا يمكن تمويلها بقروض اخرى. شو يعني؟ يعني عندك حاجه صغيرة لفترة زمنية وما فيك تجيب كارد من غير محل وما فيك تجيبها من محل تاني بتعطيه شو شيء اسمه فاسيليتي دو كاس تمام اللي هي بكل بساطة بيقول لك تسهيلات الصندوق. طيب فاسيليتي دو كاس في عنا استثناء لها القاضي في استثناء اللي هي المادة اللي وراها المادة 91. شوف هالمادة بيقول لك إلا أنه في ظروف شو استثنائية أو في حالة استثنائية الخطورة كتير خطيرة أو في حالات الضرورة القصوى إجان يعني عم نحكي نحن إكستريم كونديشنز 100%. إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي تحيط حاكم المصرف علما. عظيم. مين ببلش البروسيس اليوم؟ حكومة. قالت والله عم تجي قربت مصرف لبنان من الحاكم إنه إحنا بدنا مصاري صار عندنا هزة أرضية كبيرة ونيد إكستريم كاش بدنا نبيت الناس بشيء تمام. إذا ما أخذنا مصاري حيصير في مصيبة exactly. بالمعنى المبسط exactly. يدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى. شو بيعمل مصرف؟ منقول له طيب هات لنشوف إذا فينا نأمن لك إياها بطريقة تانية قبل ما نعطيك من ودايع الناس تمام. بيكمل كأصدار قرض داخلي إلى خلال وفقط في الحالة بيقول لك التي لا يثبت فيها أي حل التي يثبت آخر. فيها أنه لا يوجد أي حل آخر وإذا ما أصرت الحكومة اليوم ضرورة قصوى حالة ضرورة قصوى ظروف استثنائية الخطورة الحكومة ما عندها حل تاني ما في طريقة تاني ما في قرض آخر ما في حل آخر أصرت الحكومة يمكن للمصرف طلع كيف الكلمة يمكن. تمام يعني بعد في حدا بيقدر هو يقرر ايه ام لا يعني لما يقول مصرف لبنان كنت مضطر بنقول له لا ما كان ايه ولا اوكي يعني يمكن للمصرف واللي عجبني هون انه بيقول استثنائيه الخطوره والحالات الضروره القصوى وكذا بيرجع بيجي بيقول له المصرف لازم يدرس خليني ادبر لك اياها من غير محل تمام. قبل ما ادق بالوداع 100% خلينا ندرسها ونشوف شو فينا نأمن لك طيب ما في حل تاني بعدك مصر ممكن اعطيك خلينا نكمل بليز نزول حينئذ يقترح المصرف على الحكومة إن لزم الأمر التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره في الوضع الذي أعطى فيه على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية. يعني بتلاحظ إذا بتقرأ هالثلاث سطور يعني بتقول بكل بساطة إنه هي مشكلتنا إنه إيه بالضبط. فشو بيعمل بعدين مصرف لبنان؟ بنقول له طيب خلينا ندرس نحن وياك خطة اقتصادية كاملة إنمائية يعني قبل ما أعطيك هالمصاري لنشوف لنحد من تأثير الشيء اللي حأعطيك على الاقتصاد وعلى التضخم وعلى قوة النقد الشرائي الداخلي والخارجي يعني عم بيجي مش بروح منوقف دفعتنا الخارجية هددت لي قيمة النقد تبعي تمام. فإذا بتقرأ هيدي المادة بتلاحظ أول نقطة واللي ليش لازم تعرفها ما في شيء بالحياة بالقانون بيلزم مصرف لبنان بأنه يعطي قروض للقطاع العام للقطاع العام أو للحكومة تمام لأنه حتى بعد الظروف الاقتصادية مش عارف الاستثنائية وهيدي الأمور وكل هذا الشيء حتى بهذه الحالة بيقول لك يمكن فيها وجهة طيب خلينا نسأل حالنا سؤال
على فرض كان في ظروف استثنائية خطيرة، مع أنه يعني أوكي كان عم بيقول يعني كابول الوضع الاقتصادي بخير، صحيح؟ الليرة الليرة بتجني، ضلينا نسمع الليرة بخير، الليرة بتجني بتجني. فعلى فرض أنه كان في شغلة نحن ما بنعرفها، هل درس الموضوع مصرف لبنان؟ هل في شيء قدم لنا شيء بيثبت أنه هو درس هالموضوع؟ هل اقترح على الدولة أنه والله تعال نشوف بأي طريقة تانية؟ هل درس قال له طيب لا خلينا نشوف مثل أي مصرف عادي؟ هل قال له طيب بدي أعطيك أول قسم خلينا نراقب كيف تعمل تماما، قدرت ترد لنا ما قدرت؟ يعني كان في استسهال غريب الشكل بكل بساطة، التصرف تصرف بأموال الناس. فبالتالي اليوم ما بيقدر حدا يقول لنا أنه بكل بساطة أنه والله وضع اقتصادي وكذا، لا وضع اقتصادي أنت مسؤول عنه، انت وصلتنا لهون، وصلتنا له. وحتى اذا بتلاحظ على قوه النقد الشرائيه الداخليه والخارجيه، هيدي معاناه الناس كريتيكال الداخلي اليوم، معاناتها اليوميه للناس وخبزها اليومي. خلينا نكمل هيك شوي صغيره على الماده 92. هون بيقول لك بيحكي عن هيئات القطاع العام غير الدولي بتقدر تطلب قروض من المصرف المركزي. في شغله هيك بدي ضوي عليه، بيقول لك يدرس المصرف هذه الطلبات وبشوف وضع المشروع اللي بيطلب القرض لتمويله، إمكانية الطلب لإيفاء القرض، وبيأخذ بعين الاعتبار وضعية الخزينة تعهداتها وهل بتقدر تسكر وكل هيدي الأمور. بعدين بيقول لك لا يمكن للمصرف مواجهة منح القرض إلا إذا أثبتت دراسته أنه ما في أي ظرف آخر أو اعتراض يحولان دون إجراء العملية. طيب اليوم مصرف لبنان والمصارف عم تستسهل عم تعطي، يعني نو ديو ديليجنس ما في شيء. طب عملت ايه بالضبط؟ عملت عليه ديو ديليجنس. اليوم انت بتعرف انه دولتنا منا او اي سي دي كونتري، فبالتالي دوله يعني معروف لوين عم تاخذ هاي الفلوس. هيدا اذا بدك الشيء اللي عم تسكر من هون لهون، مثل المفلس اللي بيحط بشيء تربيش، هيدا تربيش. ففي هذه الحاله بيقول لك شوف هالمادة شو حلو، يرفع المصرف لوزير الماليه تقريرا مفصلا عن القضيه، اذا وافقت الحكومة على المشروع يمكن المصرف منح القرض، يمكن على المصرف أن يطلع كذلك وزير المالية على الأسباب التي قد تكون قد دعته إلى عدم الاستجابة. أوكي، مقدم من هيئة تنتمي إلى قطاع غير، يعني بيقدر يقول له الحاكم المصرف بيقول للحكومة سوري أنا ما بدي أعطيك مصرف. بكل بساطة ما في حدا بيقدر يجبره. بعدين في مسؤولية ضخمة على مصرف لبنان بسوء إدارة. طب اليوم عطيت المصرف، هي طيب درست الوضع، حطيت خطه، شو الالترناتيف تبعك اليوم؟ شغله تافهه باي شركه عاديه عم نحكي، مدرجه على البورصه، بيقول لك بنحط نحن في عنا ريسك مثلا ديبارتمنت، اوديت ديبارتمنت. طب انت اليوم مصرف لبنان مسؤول عن دوله كامله، طبعا هيدي الديبارتمنتس لازم تكون يعني هيدول عم ينغلوا نغل تماما. وين الريسك ايفالويشن تبعيتك؟ وين الاوديت؟ يعني انت بكل بساطه ما عملت شيء. وبعدين مش مره واثنين عطيوا الدوله، نون استسهال، لا انه على بيريد طويل. تماما انه والله بعدكم عم تكبوا مصاري، في مشكله بعطيكم زياده. يعني هي مثل انه رحت على البنك انت قلت له بدي لون للسياره، يو ديفولتد على هذا اللون، رجعت رحت لعنده قلت له بدي لون للسياره، خد مصاري، خذ مصاري، ولا تطلع انه انت ما انا كنت اكيد انك انت مش حترد واستل اعطيتك مصاري. حلو، هيدي هون بطبيعه الحال. لاحظ، خلينا نكمل نزول شوي صغير بليز. تمام، عظيم. هون هلا نرجع نشوف هيدا عنده فوائد، عنده فوائد طبعا، يعني ان القروض الممنوحه بيقول لك تنتج فوائد لصالح المصرف. بيرجع بيكمل لو سمحت شوي صغيره تحت، وهون شغله حلوه بيقول لك لا يمكن ان تمنح او تمنح القروض المشاره لمده اطول من 10 سنوات. واو، تمام، ما بيدينهم اكثر من 10 سنين. خلينا نكمل بعد، يحال العقد. وهون شوف، يعني اذا حدا بيقول لك اليوم، المضحك بالموضوع انه بيجي بناس مشاركين بالسلطة، موجودين بمجلس النواب، موجودين بمجلس الوزراء، عم بيشاركوا بوضع جدول الأعمال بمجلس الوزراء، بيجي بيقول لك أنا اليوم بدي أقيل حاكم مصرف لبنان. طب عظيم، اليوم وين رقابتك بمجلس النواب؟ هذا يعني إما أنك متواطئ وإما أنك لا تعلم، وبالحالتين مصيبة. تمام، بالحالتين مصيبة، كل واحد يضرب من التاني. تمام، يعني شو بيقول لك؟ بيقول لك يحال العقد
يجري في عقد على مجلس النواب مع كامل ملف الدراسه وتقارير الاداره والمصرف. يعني اليوم نحن بعثنا كل شيء لوين؟ على مجلس النواب. على مجلس النواب. يعني مجلس النواب مع مجلس الوزراء هن مسؤولين، تمام، مع مصرف لبنان، مع الحاكم. بكل بساطة ما بيقدر حدا يقول والله التاني فاسد أو أكثر فسادا، كلهم بكل بساطة مسؤولين تضامنية. The chain of command تربطهم كلهم مع بعض. تمام. بتعرف بس هون هلا أنت عم تفسر هيك آخر شيء، هيدا مصرف لبنان والمصرف المركزي عم بيجي يتعامل مع الدولة على إنه مثل entity بتربح. يعني أنا جيت أعطيتك قرض وحطيت عليك فايدة. يعني أنا I suppose انه انا اعطيتك هالمصاري يا دولة وانت رح تتصرف فيها وتعمل شيء منتج مربح كذا، بتعمل اللي بدك تعمليه وبتردين المصاري بلس الفايدة، تمام، لنحمي يعني مصريات الناس يعني اللي هي ال the most basic banking dealing. المصرف اليوم لما المصرف منه كاريتاس بده يعطيك قرض، بده ياخد منك فايدة، بده ياخد منك العمولة. لاحظ اليوم حتى اذا انت عم تحط دولار بقلب البنك عم ياخذوا منك عموله. انت وعم تحط، يعني انت وعم تحط لهم عم بعطيه دولار عم ياخذ مني عموله. طب شو رايك شوي صغيره انك تحافظ على مصريات الناس اللي انت مسؤول. شفنا المادي 70 واللي هو بكل بساطه هيك اي حدا يعني ما عنده اي بيسك نوليدج بهذا الموضوع بيطلع بقول شو عملته، وين شو عملت قد اند اوف ذا داي. في بونزي سكيم بمحل، في تواطؤ بمحل، والا ما كنا وصلنا لهذا. انا عم حاول اربط المواد بس لوصلك لمن مجلس النواب لحاكم مصر. كله مترابط ببعضه. لا. قانونا، تماما، القانون بيقول تماما تعمل بتروح هيك تماما، وهذا اللي اكيد مصر. ومش هيك لازم الناس تعرف بكل بساطه مين عم بتنقي كممثلين عنا، مش اللي بنتخبوه لانه بعرفه بضيعتي او بعرفه بمنطقتي. الناس اللي بتفهم واللي بتقدر بكل بساطة أن تقدم نولج وتقدر تراقب. أنت عم بتراهن، أنت كناخب اليوم أنت مصيرك مستقبلك، أنت عم بتخاطر بجانا عمرك كل شيء. وأوريدي اليوم يعني في مسؤولية أكبر. ليش؟ لأنه المجلس النواب اللي بده يكون موجود حيكون مسؤول عن خطة التعافي. أيوة. تمام، مسؤول إذا أنت اليوم من هلأ لا هالكم سنة لقدام يا بدك ترتاح يا عن جد بده يكون مصيرك أسوأ بعد من هذا الأمر. فبالتالي ما بيقدر الناخب اليوم أنه يقول والله الدولة وكذا. اختار مزبوط وتحمل مسؤوليتك. Where do we go now؟ هلأ في عنا نقطة بعد خطيرة جدا كمان بهذا الإطار. هون بعدنا عم نحكي قانون النقد والتسليم. كله من قانون النقد والتسليم. خلينا نطلع شوي صغيرة على المادة بليز 76. على المادة 76. واو كبير 76. اليوم بتعرف حضرتك في 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 نقطه مهمه جدا، انه طيب وقعت المصيبه اجت 17 تشرين، السؤال كيف تصرف مصرف لبنان؟ لحظة بس خليني لأنه هيدي بسمعها كتير بالشارع كمان، بيحطوا الحق على 17 إنه 17 تشرين هو يلي 17 تشرين ما بقى. أنت اللي from a juridical point of view أنا بنرى 17 تشرين كان crucial point يعني، بس مش إنه حق على الناس. لا أكيد مش حق على الناس. شوف بالطريقة اللي كانت ماشي فيها الحكومات المتعاقبة، مجلس النواب طبعا هو المسؤول الأول والأخير، ومصرف لبنان والحاكم، كان حيوصل بكل بساطة. يعني كنت عم تعطيه مسكنات بس أخرت النهار أنت اليوم تشتري وقت. أنت اليوم بترمن ستيج، تمام، أنت اليوم بترمن ستيج، حتوصل للآخر بين لحظة والتاني. 17 تشرين بكل بساطة ظهرت هذا الأمر، تمام، ظهرت هذا الأمر. وما فيك اليوم انك انت تنتقد الناس لانها مارست حقها. The end of the day اليوم مجلس النواب بيمثل هدول الناس، انقبلوا بيضلوا موجود وانشلوا لازم يفل. الحكومة بكل بساطة جاي تنفذ مشروع معين وهي ايضا مسؤولة. ومصرف لبنان يا شغلته يحمي الناس وودائعها يا كمان يسكر. ايفن حتى الحاكم بكل بساطة يعمل شغلك مزبوط يا فل. فاليوم الناس اللي عملت 17 تشرين هي اللي بتملك الدولة مش الباقيين. يعني لما قلت هيك كنت أنا عم بعمل ريسيرش شوي على حلقة رجعت على أيام الخليفة الإسلامي.
اللي مسؤول عن المصريات كان تبع بيت مال المسلمين. شو كان اسمه؟ بيت مال المسلمين. إيه بس هو شو كان التايتل تبعه؟ حارس بيت المال. حارس بيت المال. حارس ذا جارديان يعني طبعًا. هو يلي اكزاكتلي اجى القانون يقول هو طبعا ومش هيك يعني اليوم بكل بساطه هيدا يعني عم شوف يعني حجم المأساة اللي موجودة. تخيل مثلا في عندك اراوند يو اكيد بتعرف ناس كانت تحط مصرياتها بلبنان تشتغل 10 سنين افتراضنا برا وتحط مصرياتها بلبنان لانه بدها تيجي تعمل ريتاير من تبعيتها مع اهلها خلال كم سنه اللي بدها تعيشها. تخيل انت اليوم تعطي 10-20% من قيمه مصرياته. ات مينز انه شطبت له مش شطبت الديون شطبت له من حياته 80% تمام. فهالقد المصيب هالقد. خليني اسالك شغله هون مثلا قلت هيك لانه كانوا هن كيف كانوا يغروا العالم يجوا يعطوا فوائد عاليه ما هيك؟ تمام. انه اليوم انت تنقول واحد عم يشتغل بفرنسا مثلا مجمع مصاري او ما بعرف شو قال لك بدل ما اتركهم هونيك وما بيعطوني شيء اذا خليني ابعتهم على لبنان اذا حط له شيء 30-40 الف يورو بالبنك كان عم يعطي عليهم 4-5% يلي هونيك ما كنا عم نشوفه ابدا. تمام. هيدول شو اسمه بالنص هل بحق له كان هو بينما الاسواق العالميه كانت الفوائد تبعها ريديكلس يعني تمام هو عم يجي يعطيك 4-5 مرات اكثر صحيح. هل هيدا بالسياسه اللي هو عم يتبعها ولا بالنص بحق له ولا كيف؟ حخبرك كيف لانه يعني هيك ركب البونزي سكيم على فكره. تمام اليوم اذا بتقارن مثلا بالبنوك خلينا نقول شوف بلندن او بشو بعرف سويسرلاند او وات ايفر بتشوف انه الفوائد صغيره كثير. ليش؟ لانه الهدف انك تستثمر هذه الاموال exactly. مش تحطها بقلب المصرف كرمال كسب. لما المصرف عم يعطيك فوائد يعني بده بكل بساطه انك انت تخلي هالمصريات وعم بيغطي شيئا فشيئا وكل ما عليت الفائده بكل بساطه يعني اليوم في نقص بعمله معينه عم بيحاول انه يغطيها مصرف لبنان بطريقه او باخرى عن طريق المصارف تمام وهذا يعني انه عم بيقرب نحو الانهيار شيئا فشيئا. تمام. الشيء اللي عمله وهيدا درس لنا جميعا انه كل ما عليت هيدي الفوائد كل ما لازم نعمل ريد فلاج ندقنا وصف الخطر. تمام. ننتبهوا هالفوائد العاليه يعني وضعنا مش بخير يعني وضعنا سيء. عملها كان المفروض يحافظ مثل ما قلنا بالمادة 70 تمام حافظ على قيمة النقد. تمام. اللي عمله انه بكل بساطه عمل هو العكس اللي عمله هو العكس. طب ليش؟ لانه كان عم يغرق تكنيكلي سبيكينج كان عم يغرق اوكي سو عم يغرق طيطه ربيش عم يغرق تمام يتلقط بحي الله شيء بيقدر يخلي فيه. شوف اللي بيعلموا بيشتغلوا افلاس اي تاجر عادي بيقول لك لما ببلش هالمفلس يغطي او قبل ما يبين انه هو مفلس يغطي اذا بدك ديونه بوسائل غير مشروعه مثل ما عرفها القانون يشيل من هون يحط هون يشيل من هون يحط هون يعني هيدا بكل بساطه مفلس. تمام. ما اعلن ما انه تمام بس انه مفلس بس انه المصيبه واقعه يعني المركب مبخوش وهيدا سوء نيه يعني انت سالتني عن هذا الامر يعني انت بكل بساطه عم تتعامل مع الناس بصوره سيئه النيه عم تغريهم لتغرقهم وهذا اللي صار. هلا بكره بعدين بخطه التعافي او بدهم يجوا مثلا يعملوا كابيتال كنترول وخبريات بس بيقول لك الناس اللي قبضوا فوائد قبل هدول حيطيروا مصرياتهم فبالتالي اللي اعطوك هون حيرجع ياخذوه منك هون بعد ما طار جزء كبير من راس مالك. فبالتالي بكل بساطه كيف ما برمتها سيئه جدا. طب كيف نطلع من كيف نطلع خلينا نشوف هلا لنحكي قصه اذا بتحب نركز على فكره الاحتياطات هيك فكره صغيره اليوم. طيب بعد ما وصلنا للنقطة انه اليوم طب وصلنا للمصيبة خلينا نفسر للناس شو يعني احتياطات. تمام. يعني واحد راح معه $1,000 عظيم لانه حنفسر هيك بطريقة بسيطة بولا. اليوم شو عملت الدولة بعدين مثل اي شركة بدأت تتعامل مع الناس بطبيعة الحال عندها رأس مال وكل ما تحط ارباح بتغطي بتحط باحتياط معين ريزيرف. تمام. 100% هيدا الريزيرف فور ريني داي مثل ما تمام اذا صار في ريسك معين. تمام. فبالتالي عنده هدف معين هيدا الريزيرف. الهدف تبعك انه بكل بساطه اذا صار في ريسك معين لانه طبعا مطلوب من الشركه البسيطه هيدي حوكمه رشيده
إدارة رشيدة دكان صغيرة يعني. تمام دكان صغيرة إنه اليوم أعرف شو هي الريسك اللي ممكن يتحمله وحط هل إذا بدك هل هيك شوية المصاري على جنب لغط اليوم هيدا قرشك الأبيض تمام مصرف طبعا أي مصرف مركزي في عنده مش بس قواعد بحطها القانون اللبناني في قواعد دولية بازل كل هذه الأمور تفرض منك احتياطات معينة كرمال شو كرمال اليوم أنت بتاخد طيب إيداعات من هالناس وده في شيء قصيرة الأمد قصيرة الأجل في شيء متوسط في شيء طويل تمام فأنت اليوم عم بتسلف كيف كيف بدك تضمن الريسك بين الشيء اللي هو قصير المدى من هون وقصير الأمد والشغل فأنت بدك تحط خطة في ريسك بدك تتحمله ولا الناس كلها إذا راحت قالت له البنك اليوم بدي مصرياتي بصير في رن بيفلس تمام خاصة إنه مثل ما بنعرف هلا بنرجع له إذا 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 صار بقي معنا وقت إنه المصارف بتاخذ هيدي الودايع على سبيل التملك أي بتاخذها على سبيل صارت ملكهم تمام بنرجع لقصة الاحتياطة مصرف لبنان اليوم مطلوب منه مثل ما أي مصرف مركزي بالعالم إنه يكون احتياطات معينة هنشوفها هيدي المادة 76 بالآخر تبعيتها دال بليز تحت وها اوكي اللي تحتها بليز لو سمحت اوكي الزام المصارف احتياطي فاليوم القانون النقد والتسليف طبعا هم جايبين هودي قواعد دوليه عرفت مطلوب انك انت محلية. لا مش انه يعني انه شغلي والله الحاكم قال اليوم 25 و15 ولا فقال لك لازم تحط احتياطات وهيدي الاحتياطات هدفها انه اليوم اذا صار ما صار صارت مصيبه مثل نحن طيب تقدر ترجع للناس مصرياتها تمام هالناس اجت حطيت عندك مصاري هالمصارف استعملت هالمصاري طيب اذا صار في مصيبه ما بدك ترجع لها المصاري هالاحتياطات هون هدفا كان بالاول اذا بتلاحظ حضرتك هون الزام المصارف بان تودع لديها اموالا احتياطي ادنى حتى نسبه معينه من التزاماتها الناجمه عن الودائع والاموال المستقرضه التي يحددها المصرف تمام انه اليوم انت عم تاخذ من الناس طيب في برسنتج معين بدك تحطه على جنب صار ما صار بترد خلينا ننزل شوي صغير لو سمحت طيب بعد كمان بعد لتحت لتحت اوكي الزام المصارف بان تودع لدي اموالا احتياطي ادنى خاص حتى نسبه معينه من الموجودات اللي حددها المصرف هدي عم نحكي يعني البنك بده كمان يبعت يحط عند ال تمام تمام هلا المضحك خليني خبرك شغلي انه اليوم كيف الدوله استعملت هيدي الاحتياطات اول ما صارت الازمه صارت تدعم هالسلع اللي هي بتعتبرها ضروريه هلا في سلع اذا انت بتشوف الليستا شيء ببكك اي مثلا انه كاجو اي كاجو مثلا انه الفقير كافيه اي انه واحد بدل ما ياكل ويشرب بتقول له والله عرف كيف هيدا فبطبيعه الحال انا شخصيا انا بحكي عن نفسي انا بالنسبه لالي هالسلع المدعومه انا ما شفتها ما قدرت اشتريها وبتصور حال الناس تهربت لبرا اغلبيتها لخارج خارج شفنا لبنان. بيكون بالجابون مدعوم عم يدعم اهل الجابون على يعني تم ياكلوا بيكون كتر خيرهم كتر خيرهم هيدا امر اصلا يعني اليوم اذا انت بتدرس طبيعه هيدي الودائع بسموها ديبو افكتاسيون سبيسيال شو يعني عنده هدف محدد شو هو هالهدف انه اليوم اذا صار مسار بتغطي ريسك معين شو عملت انت رحت دعمت البيكون مثل ما حضرتك تفضلت كاجو وكاجو الكاجو مع قهوه ان اليوم الفقير اول شغله بيفيق الصبح بيطلبها هي الكاجو كاجو. قبل ساندويش اللبني بياخذ كاجو طيب ثاني نقطه اجى شغله هيدي اكيد حتستغربها بواحد 4 ال21 بيبعت بواحد 4 ال 21 يعني ابريل اوكي نعم. ابريل 2021 ايه. كتاب جمعيه مصارف لبنان جمعيه المصارف وجهت كتاب لحاكم المصرف قالت له يا ريت بتعطينا هالاحتياطات لنستعملها نغطي القصص اللي عنا مع البنوك التزاماتنا لبقى. التزاماتنا مع البنوك اللي مراسله كوريسبون احتياطات النيل ايه. انه ونظرا للطابع الالزامي لهذه الاموال لان عارفين انه طابع الزامي ولكونها محتسبة إلى فإنه يقتضي مع انخفاض تحرير القسم الذي يصبح متجاوزاً النسبة وإعادة هذا الفائض إلى المصارف المعنية من احتياط العملات الأجنبية لدي خارج لبنان إلى حسابات هذه المصارف بالخارج طب شو رأيك بالأول؟ يعني عم تتصرف مصريات الناس تيدفعوا هن الديونات مش ما يرفع عليهم دعوة تعرف لأنه برا الدعاوى إذا رفعت على المصارف تتسكر تمام هو حتى اي بنك حتى لو اليوم انت فتحت فرع على مصرف اجنبي مصرف لبناني خارج لبنان تمام بيبقى خاضع
لا رقابة كمان الريجوليتر أكيد تمام اللي هو موجود بالقوانين وكل هذه الأمور بهديك البلاد تماما. فبالتالي إذا عملت رفعوا لك دعوة يسكروا لك أكثر من هيك بطلوا أصلا يعني بيسكروا لك كل حساباتك برا بطل تقدر راح سمعتك بالله. تمام فهو مش فرقاني معه شو اسمه المودع اللبناني فرقاني معه صيته برا هلا يعني ياخذ كل مصريات الناس يبددها ما في مشكل بس المهم هو عم بيسكر مصرياته بالخارج تمام وهو ما عم بيرد لصاحب الوديعة الحقيقي اللي هو نحن اللي هو صغار المودعين ومتوسطي المودعين اللي هو خرب الاقتصاد يعني تمام. نحن اليوم قديش نزل الاقتصاد تبعنا عامل شرين تمام. فظيع تمام. تمام تمام فبالتالي هيدا المس بالودائع هيدا لازم الناس تفهم ولازم نحذر منه ولازم تعرفه انه اليوم اي لحظة بيجي مصرف لبنان او المصارف بيقول كلمة المس بالاحتياطات لازم الناس تقوم لانه هيدا اللاست ريزورت طبعا وبالتالي اذا اندقرت هيدي المبالغ بتكون خلص على الدنيا السلام بس ليك دخلك كمان محمد انه اليوم مع عامل الوقت مش لمصلحته كمان لا يعني انت بعد معك شوية مصاري وكل ما عم يبدو الوقت وانت ما عم تعمل شيء انت عم تضطر تصرف منه انخفض كتير انخفض كتير وما حدا بيعرف قديش وما حدا بيعرف قديش اليوم في ارقام تتداول الكتل النيابية بتتقذف بعد شو اسمه شيء بيقولوا كنا بلشنا 33 مليار بلشت الأزمة كان معه شو الرقم يعني ما حدا بيعرف ما هيك بالقانون شو كان لازم يعمل كان لازم مين الحكومة بتسأله للحاكم المصرف انه بدنا هي اللي طلبت ايه الحكومة ايه هي اللي طلبت من مصرف لبنان خلينا ندعم البيكون خلينا ندعم السلع اللي اختفت ايه تماما اللي ما وصلت للناس بس انا كنت عم بسأل انه يا اخي انت فت بازمه طويله عريضه مين مسؤول مش بس هيك ما فيني اعرف قديش معي مصاري انا يا اخي انا عارف انه بدي فلس ما هيك معي شويه مصاري بجيبتي خليني ولانه مثل ما بيقولوا سكج هون وهون بس هيدول المصاري ما حدا بيعرف قديه يعني الناس بيقولوا 33 مليار ناس بيقولوا 20 مليار وهلا بيقولوا انه بعد معه 10 مليار يا اخي طب من وين عم بتجيبوا هالارقام كيف بتتذكر لما طلع عند رئيس الجمهوريه معه طبعًا. هيك ورقه كاتب كتبها بايده فرجيها للرئيس لا والمضحك وين انه حتى الحكومه الحاليه بيطلع رئيس الحكومه بيقول انه في شغلات لازم ما تناقش بالعلن شو الشيء اللي ما لازم يناقش بالعلن اليوم انت عندك الناس عم توقف على طوابير ليلا نهارا فقط لا عم تقدر تاكل عم تقدر تشرب عم تقدر تفوت ولادها على المستشفيات كذا البنزين طيب. التعليم عم تحكي انت بلد انهار بأمه وابوه شي بتقول له لا شو عشو عم تحافظ هو الاقتصاد انهار شو بعد عندك سر شو بعد دخل. عندك ثقه بالضبط اللي تحافظ عليه يعني فخلينا نوصل اليوم انه نقول انه صحيح حاكم مصرف لبنان او كان مصرف لبنان مسؤولين هذا امر معلوم يعني. ولكن اليوم في فوق مصرف لبنان مجلس الوزراء وفي مجلس النواب ايضا فوق الجميع فبالتالي اليوم ما حدا بيقدر انه بكل بساطه يتنصل من هيدي المسؤوليه ولازم يتحمل الجزء من هيدي المسؤوليات ولازم انه الخطه اللاحقه تاخذ بعين الاعتبار كل هيدي الامور والا بكل بساطه يكون ما عملنا شيء بقلب المجلس في لجنه المال ما هيك المال والموازنه هي يلي عندها صفه الرقابه على عندها المعلومات يعني هي لجنه بطبيعه الحال بتقدر اللي هي بدها تحمس المجلس كله أو بدها مش تحمس يعني بدها تفسر للمجلس كله للنواب كلهم إنه شو لازم يعملوا شو لازم يتاخد بيها الملف بالذات مع مصرف لبنان هلا بتصور اليوم أي نائب مش إنه عنده الحق عنده الموجب إنه يروح يسأل يثير هذا الأمر بمجلس النواب ويكون شغله الشاغل لأن النهار ما بتصور في شيء أهم وإنه بكل بساطة يسائله مجلس الوزراء واللي هو بدوره أيضا بده يسائل مصرف لبنان ويجي يتفضل لعنا لنسمع وليك أنت أكيد بتتابع هالقصة أنت مش ملاحظ أنه ما حدا بيحكي شيء ما حدا بيحكي شيء لأنه بكل بساطة الكل مشارك ما هي بس تكون مسؤولية تضامنية اليوم بس تكون أنت قاعد جزء من مجلس نواب بتيجي بتقلي اليوم أنه أنا بدي أعطيك الخطة وتعافوا وكذا وهيك ما أنت جزء من المشكلة ممكن تكون أنك أعطيك إكزامبل صغير بسيط بتتذكر بالأزمة الاقتصادية الكبرى بأمريكا بال 2007 و 2008 اجت هيدي المؤسسات المالية الكبرى أول شغلة كانت مجالس الإدارة عم تربح وشركة عم تخسر صح؟ مشان هيك عملوا المسؤوليات
طب اليوم اول شغله عملوها انه شيلوا هذول الناس، تمام، لتحط اذا بدك ناس اكفاء اكثر. تمام، فريش مانجمنت. اول شغله يا تعرف شو في موجود من قبل، وتقدر بكل بساطه انك تعالج الوضع بطريقه صحيحه. اليوم انت بعدك موجود، سبب الازمه، مشارك بالازمه، مشارك بالفساد، مشارك بالانهيار، بتجي بتقلي بدي احط لك خطه. It doesn't make sense. عم تطلب من خلق المشكل هو يجي يوصف لك، يجي يحلل لي. خلينا ننزل بليز على المادة 113، هفرجيك شغلة غايبة عن ذهن الناس. probably صفحة المادة 113. شوي صغيرة بقى. اوكي. لاحظ هون. يتألف الربح الصافي من فائض الواردات كل الخبريات، وإذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا، تمام؟ تغطى الخسارة. هيدي عم بحكي وين؟ مصرف لبنان. إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا، تمام؟ عنده عجز. تغطى الخسارة من الاحتياطي العام عند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته، تغطى الخسارة بدفع موازي من خزينة. يعني اليوم لما قد ايه قلنا نحن يعني لما بيخسر مصرف لبنان بيتغطى من وين؟ من الخزينه. يعني الخزينه اوكي، من الماليه. طيب اذا اليوم شوف حجم المصيبه. اليوم اذا انت مصرف لبنان اوريدي مع المصارف طبعا بدها اعاده هيكله من اول وجديد، هنشوف اجان الاكسبوجر تبعيتها وكل هذه الامور. اذا مصرف لبنان ما عنده مصاري، اللي بيغطيه هو الخزينه، طب اذا الخزينه مفلسه ومصرف لبنان مفلس، طب شو الحل؟ شو الحل؟ مشان هيك من شوي لما عم نحكي شوي صغير بتقلي ما عم بيقولوا لك. ليش؟ لانه متضامنين بالمسؤوليه. اوكي، لانه متضامنين بالمسؤوليه. هيدي نقطه يعني مهمه جدا على هذا الاساس، يعني كاتش 22. هيدا ما معه. صحيح صحيح صحيح. خلينا ننزل شوي صغيره على الماده 206. الماده 206 بعد شوي. تمام، لاحظ هالمادة بيقول لك تلاحق مخالفات هذا القانون أمام المحاكم الجزائية وتقام الدعوة من قبل لا بشوف شوف المضحك وين، من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي. أوكي، تقرر المحكمة بنشر الحكم أو إلى آخره. والمهم إنه الدعوة بطلب من المصرف المركزي. طيب اليوم مين بده يتذكر مين بالضبط؟ يعني إذا اليوم المصرف المركزي قرينا المادة 70 مش عامل منها شيء، بهل انه ممكن يقول لهم انه والله انا بدي اتشكى كرمال نقيم دعاوى جزائيه قدام المحاكم الجزائيه عن المسؤوليات؟ لاحظ فوق في مسؤوليات مدنيه ومسؤوليات جزائيه وكل هذه الامور، تمام؟ فبقول لك بناء لطلب المصرف المركزي. فهيدا النص ما بعرف كيف بدنا نعمله، ما بعرف كيف بدنا نطبقه. يعني كمان اتس يعني وندرلاند هون. يعني خلينا كمان نشوف الماده 19 من قانون نقد والتسليف، نطلع شوي صغيرة على شو بيعمل حاكم مصرف لبنان ومين مسؤول عنه كل هيدا الوقت. هاي المادة 19. لاحظ بيقول لك فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته، تمام، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال. ما ممكن فكر بخطأ فادح أكثر من الشيء اللي عم بيصير. تمام، يعني هلأ السؤال هون، هيدي المادة اللي بتطرحها بكل بساطة إنه مين هو المسؤول على إقالة الحاكم مصرف لبنان؟ اليوم طبعا في الموازاة بين السياق باراليزم ديفور، يعني اللي بعينه هو اللي بقيم. تمام، يعني مين؟ رئيس الجمهورية؟ مجلس الوزراء. اليوم في شغلة صارت ب 89 للمفارقة. وين؟ كان بلبنان؟ بلبنان. ايه اوكي. وللمفارقة انه كان وقتها رئيسنا الحالي ميشيل عون هو كان رئيس الحكومة. بتعرف كان في حكومتين. حكومتين مزبوط. وكان حاكم مصرف لبنان كان الحاكم إدمون نعيم العبقرية. دكتور إدمون نعيم. فالمهم اللي صار انه اجا وطلب وقتها انه خلينا نحن بيقول لك ان قرار احالة مصرف لبنان الى القضاء. اجا
مين مجلس الوزراء مجلس تمام. الوزراء بده يحيل الحاكم على الحاكم على القضاء 100% 100%. كان في شغلات انه رفضوا وقت فتح اعتماد لألبسة الجيش تأخير تأجيل انتخابات مجلس إدارة انترا فهيدي في حادثة ولا المفارقة انه كان الرئيس الحالي كمان نفسه يعني هون بيقول لك انه مفروض مجلس الوزراء كمان طيب شو رأيك كمان انه تتفضل تحاسب وتراقب ومجلس النواب شو رأيك كمان تحاسب يعني في في بريسيدان قانوني تماما تماما فبهيد الحالة كله انه جزء بما انه كله تركيبة وحدة اجان برجع بقول لك الجزء او النواب او الاطراف اللبنانيه احزاب او شو ما كانت اللي موجوده بمجلس النواب واللي موجوده بمجلس الوزراء واللي بتشارك بجدول اعمال وبتحط جدول اعمال مجلس الوزراء ما فيها تيجي تقول لك اليوم انا بدي انزل ثور ضد حاكم مصرف لبنان شو رايك تمارس مهامك الاساسيه بمجلس النواب بمجلس الوزراء وبلا عرضات اعلاميه بيكون افضل تمام مزبوط طيب. طيب في عندي نقطة أخيرة بهمني كمان إني أحكي عنها اليوم... بدك تحكينا شوي عن التعافي تعافي بدنا نحكي على الذهب قبل ما نختم تمام يه. بس عندي سؤال اليوم وين دور القضاء وين دور القضاء قضاء اليوم أول شغلة بيجيها لما بده يجي أي حدا يجي يستثمر عندك بالبلد ما بيطلع بالقانون بيطلع بالقضاء بالقضاء سلمت تمام بيقول لك الإتادو دروا دولة القانون مبنية على عدة عناصر عدة ركائز الأهم برأيي هو القضاء يعني اليوم أوروبا بعد الحرب العالمية قدرت ترجع توقف على إجراءات لأنه كان في قضاء أول حلقة من ممكن كانت عن قضاء استقلالية القضاء وبالتالي ال الإرهاب المعنوي برأيي كلمة إرهاب منا يعني برأيي قليلة حتى اللي عم بيمارسها عم بيمارسوها إذا بدك السياسيين على ضد القضاء لأنه بكل بساطة اليوم القضاء إذا على رأسه إذا القضاء قال كلمته إذا القضاء اليوم قال نحن موجودين تمام بدنا نرد الحقوق للناس أو الحقوق للناس بكل بساطة ما بيقدر حدا يهب رأسه ولكن طبعا ما بدي حمل القضاء المشكل أو إذا بدك المشكل الكبير لأنه كمان المفروض أن يكون فيه تدخل تشريعي اليوم القضاء عم بيحلل او اذا بدك عم يحكم عفوا بس كنا عم نشوف ايه قضاة عم بيحكموا إيه بس اليوم توصل على الاستئناف وتموت سؤال اليوم شو سعر الصرف هل في سعر صرف رسمي تمام في سعر صرف رسمي معروفه كانت ازمات صارت وحتى في في شغلات طالعه يعني في دراسات طالعه بتقول لك انه وعن هيئات مرتبطه بوزاره العدل انه بكل بساطه اليوم سعر رسمي للصرف بعده 1005 لا لازم يتحدد بانه ال 1005 1507 ونص هو سعر طلع مديريه الصرفيات مصرف لبنان تمام هو ما دخل هو ليس رسمي واليوم بجميع الاحوال هو مش موجود طب اليوم بيعتمد 1507 ونص 3900 8000 12000 22 و327 كل هيدي بطبيعه الحال اليوم القضاء عم يشتغل باللحم الحي بجزء في مسؤوليه كبيره عليه لازم يتحركوا الناس بحاجة لألو أكيد. تمام الناس كتير بحاجة لألو بهذا الوقت هيدا وقتهم أنه يتدخلوا وبكل بساطة إذا ما تدخلوا برأيي ما حيقدر حدا أنه يرد حقوقه لنرجع لأنه يعني وقتنا قرب لنرجع لقصة خطة التعافي اليوم مطلوب مين بده يتحمل المسؤولية سلم تمام هيدا يوم بتحسون فاتوا باستنسبيات تماما ساعة المصارف لازم نتحمل ساعة الدولة وقديش المودع الكبير والمودع الصغير والمودع الجديد والمودع تمام. القديم انت از اي لو بروفيسور بهيدول الاشياء جيت انا عرضت لك هيدي المشكلة اللي نحن واقعين فيها انت بدك تقول لي بدي ارجع للنص شو بتقول اليوم قبل كل شيء طالما نحن اجينا نرجع من عيد على ابواب الانتخابات مطلوب من الناس يمارسوا واجبهم وحقهم الانتخابي بمسؤولية وانه ينقوا الناس اللي عن جد كفها نظيف واللي قدراني انها تشيلها من هيدي الازمة الكبيرة لانه اليوم اذا ما قدرت انك تحط مجلس نواب نظيف كل باقي المنظومة حتبقى مثل ما هي اليوم السلطة اللي موجودة عم تحاول تاخد اذا بدك تكليف مدة 4 سنوات مثل ما بقولوا براءة ذمة اوكي وشريت وقت زياده وروبار ازيرو بنبلش من قريت وكانه شيئا لم يكن ثاني نقطه عفى الله عما عفى الله عما عيني خلص عند ربك يا عين النقطه الثانيه هي قصه خطه التعافي وبطبيعه الحال قصه بتذكر قصه الكابيتال كنترول اللي نقابتنا نقابه المحامين وقت اخذت موقف متصلب جدا
لأن بطبيعة الحال صفت مع الناس مع حقوق الناس أكيد. إنه اليوم تأخروا كتير دخلك للكابيتال كنترول ما هي؟ إنه طبعا لأنه اللي راح راح اللي طلع طلع إنه اليوم مين بدك تحمله مسؤولية تمام؟ أول شغلة شو خطتك؟ في دراسات كتير أو مش أول مرة بتصير عنا بالأرجنتين بفنزويلا باليونان في كارنسي بولز في كذا في ناس موجودين you can check this على تويتر بيجي بيقول لك بروفيسور كذا عملنا كذا شفناها للأمريكان تمام. ستيف تمام 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 فاليوم أنت شو قدمت طب شو الخطة تبعيتك وما فيك تقلي إنه اليوم أنا بدي خبيها عنك بدك أنت شو تقلي شو بدك تعمل بمصيري اليوم الناس عم بتفل باسبورات ما في عرفت كيف من ناحية تانية مين بده يتحمل المسؤولية؟ أكيد الناس ما بدها تتحمل المسؤولية. إن كان طيب المصارف بدها كانت عم تستسهل بإعطاء اليوم هذا الاحتياطي ولاحظ شوف المصارف كيف تصرفت عن طريق جمعية المصارف. طيب قانون النقد شو بيقول؟ اليوم يعني في اليوم... مسؤوليات هدول المواد اللي شفناهم بالآخر. إن اليوم في مسؤوليات جزائية لازم تمشي بهذا الإطار. أوكي. لازم ترجع تبلش أنا برأيي تبلش الأمر من فوق من مجلس النواب ونزول. تمام. تيعملوا شو؟ يعني أنا عم بيجي أسألك أنت كخبير يا خيي أنا ليك ما لورطة اللي وين ببلش؟ تمام اللي شو بعمل؟ بدك تحط خطة اقتصادية للتعافي تعرف مين بده يتحمل شو مين المسؤول فولا. بدك تنحي الناس المسؤولين بكل بساطة تحط ناس جديد وتقلع وبدي اتكل على النصوص وبدي اتكل على هالنصوص تمام؟ طيب أوكي. اليوم كيف بدي بلش؟ كيف بدي بلش من بكل بساطة من تحت؟ بدي بلش مجلس النواب من محل مجلس الحكومة من محل مصرف لبنان بدي أعيد لأنه اليوم في مشاكل عظيمة وخطيرة صارت بمجلس بمصرف لبنان بدنا نفوت بالتدقيق الجنائي بطبيعة الحال تمام بدنا نقول له لمصرف لبنان لا حاكم مصرف لبنان وين أحسنت وين أسأت وإذا كنت مسيء بدك تتحاسب أنت والهيئة الرقابية اللي عندك وكل الوزراء وكل الناس اللي تعاقبت بكل بساطة بحسب النصوص اللي هي موجودة في ست بلدان فتحين عليه تمام تمام انكويري تمام هلأ في نقطة مهمة جدا اليوم أول شغلة بدك تشوف حجم وعدد المصارف اللي هو موجود اللي هو ضخم جدا بالنظر لعدد السكان ما بتحمل هالقد وبلشوا يسكروا الفروع بلش ميلي سكر ايه. سكروا سكروا كبير لا يخلصوا من اللايابيليتي اللي عندهم لا يخلصوا من الموظفين ما سكروا لأنه بكل بساطة اني حسب ايه أكيد ايه. يعني اليوم حاعطيك اكزامبل لما انت تطلع على مصرف تلاقي والله بعد في عقد لناس عم تيجي تزبط ورود شوف طلع على مصرف بانجلند بتلاقي سمول اوفيس تو كاوتشز تمام ليش لانه المصاري اللي عم تصرفها على الوردي هذه مصاريات الناس تمام ما فيك اليوم انت تقعد تكب مصاري بهذا الاطار ف هيدا البروسيس واهم شغله مين بده يتحمل المسؤوليه مين بده يتحمل المسؤولية؟ بليز قلنا خلينا نرجع شو بيقول خلينا نرجع نقطة على قصة المصارف. أوكي. أول شغلة المصارف لازم تعاد دراسة كل وضع هذه المصارف. مين قابل للاستمرار؟ مين مش قابل للاستمرار؟ تمام. لازم ندرس الوضع الاقتصادي والمالي والمالية تبع كل بنك. لأنه اليوم في قوانين خاصة اليوم بس نحكي عن المصارف ما بنحكي عن الفلس نحكي عن توقف عن الدفع في قانون خاص تمام اللي هو 2 على 67 طالع بسنة 67 اللي هو متعلق بطبيعة الحال توقف المصارف جروسو مودو شو بيقول إذا وقف البنك أول نقطة بطبيعة الحال بده يجمد نشاط المصرف بده يحصر الديون بده يحصر الأصول اللي بتعود لهذا المصرف وبده يبلش مرحلة بعدين اللي هي التعويم ليش؟ لأنه الهدف اليوم من دراسة هذه المصارف وإنك تدرس لها وضعها وتقيمها وكل هذه الأمور مش إنك تسكرها لأنه بس تسكرها بتعرف الإفلاس سأل أي محامي بيقولك الإفلاس هو الحل السيء exactly. تمام؟ الحل السيء وبياخد وقت كتير بياخد وقت يعني اليوم ممكن أنت وما بتجيب 100% ياخدوا حفيدك يعني بهذا الإطار وأكيد ما حنجيب 100% اليوم لو ما مفلس لو قدر إنه يتعوم ما كان فلس فأول نقطة هو الهدف مش الشطب مش الإقفال مش التصفية هو محاولة التعويم بيمشي بأول مرحلة تمام بيحاولوا ينقذوا أول لجنة بعدين ما مش الحال منفوت بمرحلة تانية هي التصفية وفي جزء قريب من البيل إن على هذا الأساس وبتمشي بالمرحلة السيئة واللي هي التصفية والإقفال والشطب اليوم بدك تدرس حلول شو هي اللي قابلة انها تندمج طيب ليك خلينا نعمل اكزامبل خلينا هيك بنفصل خلينا نقول يا خيي بنك اكس ما راح نسميه ولا بنك اوكي
انا وانت وهي وهن كلهم كل واحد منا عنده مصاري عنده، اجوا قالوا لنا ليك يا اخي انا مصرياتكم ما فينا قلت لكم انا بدي اعملكم بشيء اسمه بيل ان رايت. بيل ان يعني بدي بيعكم بدي ملككم اسهم بهذا البنك، ما هيك؟ صحيح. اوكي، في نوعين من البيل. في شيء اللي اعتمدوه بال2007 2008 على ايام بعدين على ايام الرئيس اوباما اللي هو البيل اوت، وفي شيء اسمه البيل ان. البيل اوت وقت الفيدرال ريزيرف اعتبر انه هذه المؤسسات تو بيك تو فيل واعطاها مصاري كرمال تقدر تكمل ب 2.2 تريليون كان يعني. اعطاهم مبالغ. المضحك وين؟ انه المصارف دائما عندها ذا سيم اتيتود، بقول لك خليني اجي لراقبك كيف عم تصرف هالمصاري. طبيعه الحال هن يعني they were too proud to accept. anyways المهم مشيت بهذه البروسيس فاعطاهم مصاري ليغطي، وهذا صار اوريدي عنا نحن اوريدي. اعطاهم اياهم عطي ولا it was a loan from the federal reserve؟ definitely بدهم يرد. طبعا 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 طبعا. يعني اجى هو قال لهم تما توقعوا خذوا هيدي مصاري. شو كان خرب الاقتصاد؟ مش بس امريكا اليوم عم تحكي انت، اوروبا بحد ذاتها عم نحكي فاني ماي وفادي ماك والخبريين كان في اكسبوجر خطيره على اوروبا بحد ذاتها. اليوم توقع بالارض ترجع لل يعني الدارك ايجز. كان مطلوب انه تغطي يعني. كان مطلوب انه يتغطي. بيقوم برنانكي كان هو شو اسمه بينزل الفوائد ل 0.5%. يوم بيتلفون لشباب كانوا معي بالجامعه كنا عم نعطي 5% على الدولار، عم بيسالوني اذا بيبعثوا دولارات من هنيك بحطوهم بلبنان طيب ولا لا. قلت لهم وسالوني طب انتم كيف عم تعملوا هيك؟ كيف نحن عندنا المكنه اللي بتطلع الدولارات وانتم كيف عم تعطوا 5%؟ هلا ما تنسى البانيك اللي كان حاله الرعب اللي كانت موجوده بالاسواق الماليه بامريكا. الناس خلص قال اليوم نحن رجعنا للجريت ديبرشن اللي بعد الناس كانت عم تدرس بالمفعيله تماما. كل واحد مثل بقوله يهرب. اليوم اذا بتقول له انت بيل ان يعني حاعطيك اسهم عندي تمام، حتكون انت موجود كمساهم بقلب هذا المصرف. بس انت صار بيلحق لك تنتخب مجلس اداره كمان ولا لا؟ حسب بدك تشوف حسب شو التركيب. بس بطبيعه الحال انت كمودع حيكون عندك اولويه بمكان ما، هذا بحسب المواد تبعت القانون يعني، بانك تستحصل على حقوقك بالاول. برف، ولكن برايي لازم نبتعد عن قصه الافلاس. اكيد الافلاس نتائجه سيئه جدا، بس بدنا نحمل المسؤوليه. لازم نعيد هيكله القطاع المصرفي. كم مصرف وايا بيندمجوا يستحوا يعني يتم الاستحواذ عليهم كافي؟ لانه اليوم لا يقدر المصرف منه صندوق. اليوم المصرف شو عم يعمل؟ عملوا ولا صندوق انفستمنت اتذكر اجي هلا هدفه استثمار 100% هدفه ويفوت بقطاعات سبيسيفيك تماما ويطور الاقتصاد الوطني. ما هو دوره بالاقتصاد الوطني تمام. اوكي، في فتره اكبر بنك بفرنسا كان اسمه كريدي اغريكول. كريدي اغريكول شو يعني؟ كان يفوت بكل شيء اجرو اندستري لانه كان باني جزء من اقتصاده وقتها. سلم عم نحكي نحن بعد جنرال دوغول، بعد ما تاسست هيدي الجمهوريه الخامسه المفروض اخذوا توجه معين اقتصادي ساعدت على اساسه. اليوم بس كانوا عم يشتغلوا للناس، كانوا عندهم فكر بيوصل بمحل معين. طبعا بتمنى ان شاء الله انه يكون هذا الامر بلبنان، ما بعرف قديش. بس اهم شغله ارجع لقصه المسؤوليات، اهم شغله انه ما ينتهي الوضع عفى الله عما مضى ونطلع بلا مسؤوليه. يعني اكيد عم يجربوا هالشيء. ما لازم نقبل. لازم بكل بساطه نحمل المسؤوليه، ما نتحمل نحن الخساره. وشو رايك بهيدي خبريه اصول الدوله؟ ما اصول الدوله انا برايي شيء كتير خطير هيدا، انه يبيعوا اصول الدوله ويعطوها للبنوك ليحوموها وما بعرف شو. انا اليوم برايي اليوم اي شيء بدك انت تعمله بدك تعمل معه خطه تمام، لانه بالطريقه اللي ماشيين فيها اذا اخذت اصول الدوله او حتى الذهب بحد ذاته اللي نحن ما بنعرف وين موجود ولا بنعرف قديش بيطلع، حيرجع يطير مثل مطار الباقي. العبرة على الشيء اللي قلناه، أو عفوا الأفيدنس على الشيء اللي قلناه، هو بكل بساطة الاحتياطات اللي بدل ما تستعمل لأنها ترد لشيء منتج أوكي راحت بصورة سيئة جدا وقلت على الحد الأدنى تبعها، وبكل بساطة ما قدرنا نحقق أي فائدة غير أنه نعوم السياسات اللي موجودة. دماج انه اجت كورونا طلبوه خفت الناس كلها، ما عرف حتى اذا تم تعظيم الامر يعني عنا بلبنان بطريقه او باخرى، كرمال طلبوه تهدي الناس تخاف على صحتها وكذا ما بعرف.
ما بأمن بنظرية المؤامرة. لا لا بس أكيد الحال. أكيد عملنا مس مانجمنت يعني. فهيدا الإطار. أهم شغلة خطة شفافة واضحة للاقتصاد للتعافي، كيف بدنا نطلع، مين بده يتحمل، مين حيكون مسؤول. لازم الناس تشوف بكل بساطة إنه اليوم القضاء قادر إنه يحط الناس وراء القضبان ويحاسب، تمام، بكل بساطة، وإنه ما يتحمل هيدا الصغير المودع الصغير هو المسؤولية، وإنه هالمصارف اللي هي من رجال الأعمال الكبار مع مشاركة رجال السياسي بلبنان، بطبيعة الحال إنه نعطيها سق براءة ترجع تبلش another Ponzi scheme بالمستقبل. This is it. نحن بممكن عنا عادي كل ضيف بيجي بس نخلص نحن وياه نعطيه gift من recycled items يلي الحملة الوطنية لتدوير الزجاج هي هيدي اسمها جريل. سو بحب اهديك هالبريق، وهيدا على فكرة كمان معمول من زجاج انفجار بيروت. Lovely. Thank you very much. Thank you لكم. Thank you. It was a very pleasant حلقة. Thank you very much. Thank you لحنا. Pleasure. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. نتلاقى بعد الانتخابات إن شاء الله. تصبحوا على خير.